لصوته الصافي الذي وحدت بين جبروت الجبل وعذوبة السماء، أخذ صاحبه إلى أقاصي الأرض وإلى أعماق الجمال. الصوت الذي نحت في ذاكرتنا عبر الأجيال ليكون أيقونة في كل ذاكرة. الراحل العملاق وديع الصافي أقيم حفل تكريم في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، وأحيا هذا الحفل الفنان أنطوان الصافي بمرافقة جوقة مار أفرام السورياني بقيادة شادي سروي والفرقة الموسيقية بقيادة نزيه أسعد بالتعاون مع مؤسسة الصافي. للوقوف أكثر على هذا الحفل معنا بالاستديو اليوم بسام عيلان مدير مؤسسة الصافي والفنان أنطوان الصافي. يسعد صباحكم، ونحن كثير سعيدين اليوم بوجودكم، واهلا وسهلا فيكم دايما بسوريا. خلينا اياكم يا اهلا وسهلا فيك، نحن سوريا بلدنا. يا هلا فيك استاذ أنطوان، ونورت صباحنا اليوم. والله شو بدنا نحكي، المحبه ما لها حدود، وهيدي اللي احنا بتجمعنا ان شاء الله ما بعمرها بتزول ابدا. المحبه شيء هديه كبيره من السماء، نحن باذن الله عرفنا نحافظ عليها ما بيناتنا بين سوريا ولبنان. والله يديمها. أكيد هي المحبة بتكبر بمحبتكم. شو بتحب توجه كلمة اليوم لكل السوريين اللي عم يتابعوك؟ تحية من قلب يمكن لبنان، لبنان اللي نحن متعودين إنه نحن بلد واحد، شعب واحد، ومع صوت الفنان الراحل وديع الصافي كلياتنا ربينا، يمكن أجمل صباحاتنا سورية ربينا على صوت فناننا. الله يطول عمركم. سوريا هي في الطليعة طول عمرها كانت بالنسبة للمرحوم الوالد، وهي بالنسبة لي شخصيا نفس الدور أخذ لعبته معي بمسيرتي. وبحب أقول لسوريا أنه ما يخافوا من هالتفجيرات، لأنه تبين أنه هالتفجيرات كل ما تصير عم بتفجر حب أكبر لسوريا، عم بتفجر إيمان أقوى بسوريا، والأرض عم بتصير أتمن دم الشهداء. كل شيء عظيم صار في وراء تضحيات صحيح، بس هالأرض هيدي رح تكون هي مقدسة أكتر، ورح تكون طاهرة أكتر بهالشي اللي عم يصير. الأوطان دايما بتكلف، ويا رب ينصركم، ويا رب ينصر سوريا، وما بيصح إلا الصحيح. وهالغيمة بدها تنجلي، والنايم بده يوعى، والغافل بده ينتبه، والما بيسمع بده يسمع، والمش فاهم بده يرجع يفهم، كله ما بيصح إلا الصحيح. المحبة هي سيدة المواقف بكل شيء، وسوريا بدها ترجع أكبر، وبدها ترجع أهم من قبل، وبدها ترجع تلعب الدور اللي هي كانت طول عمرها تلعبه، ولو أنه حاولوا يسكتوا صوتها وحاولوا يلغوا دورها. ولحد هلأ وشفنا مبارح بتكريم المرحوم الوالد قديش سوريا رغم كل هالصعاب، رغم كل هالجور اللي عم يجوروا عليها، شوف كرمت مرحوم بينا بكل هالظروف. هذا شيء ما شيء ما بيتصدق. أنا إحنا عائلتنا يعني ما صدقوا، قالوا لي معقول كل هالشيء اللي على راسه الجماعة عم بيتذكروا بينه وعم بيتذكروا الفن؟ هيدي سوريا، سوريا عمرها ما غابت عن دورها أبدا، دورها الحضاري، دورها الثقافي، دورها الباني في أمتنا. سوريا محور وقلب الأمة، ورح تضل هالشيء بإذن الله إن شاء الله. ودايما سوريا هي وفية لذاكرة محبية، نبع الوفا. شكرا كثير لك. أنا بدي رحب فيك عن جديد أستاذ بسام، خبرنا أكثر كيف كان مبارح أجواء الحفل. هي كان بناء رغبة وزارة الثقافة السورية، طبعا طلبنا أستاذ طوان وديع الصافي، نحن نرسل من سوريا تحية لروح الكبير وديع الصافي. وديع الصافي فنه هو ثقافي من ثقافتنا السوريين نحن، يعني نحن فلسفي وثقافي بنعتبر السوريين هي مثال قدامنا. فراح الكبير أرسلنا تحية كبيرة إلى أبطال الجيش العربي السوري من خلال أغاني وطنية غناها الأستاذ الكبير الأستاذ وديع الصافي على مسرح دار الأوبرا، مشكورين طبعا هذا الصرح الحضاري الكبير. ويعني كان الجو كتير الحقيقة يعني جيد جدا وممتاز، يعني وعلى قدر أهل الهمة تأتي العزائم، كان كبيرين الحقيقة كتير. أكيد جمهور. كاميرا الأخبارية السورية كانت مرافقتكم بالحفل. خلونا ننتقل لنتابع بعض مقتطفات الحفل مع زميلتي هلا هيم ليس، ونرجع نتابع حديثنا. Thank you.
للعملاق لروح العملاق اكيد الاستاذ وديع الصافي، ويعني حضرتك من خلال هالصرخه يمكن صرخه فن كبيره امبارح اطلقتها بهذا الحفل وقت تغني للكبير وديع الصافي، يعني شو الحاله يمكن يلي بتستحضرك والذكريات يمكن يلي برجع بستعيد يعني. كل هذيك اللحظات الغاليه اللي كنت رافقوا فيها في لحمة، في انصهار بيني وبينه للوالد الله يرحمه، ونشكر الله، الله جبر خاطري يعني ماشي على طريقه من دون ما حاول، يعني لأنه كل أعمال اللي بلحنها بلحنها لحتى هو يسمع، لحنها لحتى أرضي، وهذا تبين أنه هذا سبب نجاح أعماله. الحمد لله على هالنعمة. شفنا هذا التأثر الكبير بعيونك لما كنت عم تسمع مقتطفات من تذكرته قديش يعني بنحترم هيدا التأثير كتير كتير. أستاذ أنطوان خليني نحكي عن الصعوبات اللي واجهتكم مبارحة بالحفل رغم كل الظروف اللي كانت عم تعيشها البلد، إلا أنه كان في إقبال جماهيري على حضور الحفلة. لما نقول الفنان وديع الصافي تلاقي العالم فورا بتروح على دار الأوبرا. كانت ثورة حب، ثورة عاطفة، سوريا بعد سوريا، وسوريا رح ترجع أهم من قبل. صدقوني أنا هذا اللي شايفه، هذا إيماني. أنا ما بحكي تفاؤل عبثي ولو أنه التفاؤل واجب بهالأوضاع، بس صدقوني عم بحكيكم شيء أنا مقتنع فيه. سوريا بإذن الله الإرادة تبعها صلبة، لأنه جماعة ما كذبوا مع حدا وما تعدوا على حدا ولا تآمروا ضد حدا لا سمح الله. سوريا بدها ترجع أقوى وأربع وأروع وأكبر. شو بدي لكم؟ بكرة بتشوفوا رح تذكروني إذا الله راد. وهو يمكن مبارح اللي شفته شيء 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 مؤثر جدا. ثورة حب، كان ثورة حياة بتضج بالوطنية، مع كل حرف معي كانوا عم بيزقفوا، مع كل جملة عم بقولها كانوا عم بيتفاعلوا. الفرح اللي بعينيهم كان لا يقاس، شيء رائع كان مبارح. نشكر الرب على النعمة. يمكن رغم كل الظروف اللي عم نعيشها ما زال دار الأوبرا موجود، الحفلات تقام. يمكن نحن عم نحاول نحارب الإرهاب بالفن والفكر والثقافة، ويمكن منذ بداية الأزمة صدق. هو التحدي الكبير لضرب هي الحضارة، رغم ذلك نحن موجودين. هو الحرب والشيء اللي عم بيصير هو غياب الثقافة وغياب الارتقاء بالفن، الفن الراقي. كل ما نعزز الفن الراقي أكثر كل ما خفت الهمجية والحروب أكثر. ما في حل وسط، يا هيك يا هيك. وهالشيء إن شاء الله بده يصير، وسوريا رح ترجع أهم من قبل. تذكروني يا سوريا الحبيبة، سوريا بدها ترجع أهم من قبل بإذن الله. أنا هالشيء شفته امبارح وآمن فيه.
راح تضل يعني دمشق عاصمة الياسمين، عاصمة الثقافة، عاصمة الفن الراقي، رغم عن همجيتهم يعني وعدوانهم على سوريا. يعني تحية تروح وديع الصافي امبارح مدار الأوبرا، هذا الصرح الحضاري الكبير، هو حرب ضدهم يعني. الأغاني الوطنية تغنت، والتحية لأبطال الجيش العربي السوري، كل نقطة من تراب الوطن. اللي كان وديع الصافي دائما بذكرنا الحفاظ على تراب الوطن، على وطنيتنا، على حبنا، جبلنا، بلدي، مجد معمرها، أغاني كتير. فهذه الاستمرارية راح تكون خلال الدكتور أنطوان وديع الصافي لبيو، بس ستبقى سوريا عاصمة الثقافة والفن الراقي والاجتماعي. نعم إن شاء الله. نحن رح نرجع نتابع مقتطفات من الحفل، وأكيد نكفي حديثنا مع حضراتكم. بالفعل أستاذ أنطوان، كان في هيك روح إيجابية وطاقة إيجابية مليئة بالأمل والتفاؤل والمشاعر، حبنا لبلدنا ولوطننا ولأرضنا، هالمشاعر أكيد اللي تربينا عليها وتعودنا عليها بصوت الراحل الأستاذ وديع الصافي. يعني اليوم عم نتربى وعم نعيش وعم نستحضر أغاني هي يلي خلتنا أكثر يمكن نتعلق بوطننا ونتمسك فيه أكثر. قديش اليوم نحن بحاجة لهالأغاني ولهالكلمات نرجع نستحضره ونتذكره. هودي المرحوم الوالد الله يرحمه تركن لنا خميرة نستخدمهم وقت اللازم، واليوم أكثر وقت لازم نرجع نستذكر أصولنا وجذورنا الشريفة. نحن شرقنا انبثقت منه كل الأخلاق وكل المذاهب المشرفة والديانات السماوية. ما حدا بالغرب، مع احترامنا لكل الأوادم اللي فيهم عنده دروس بالأخلاق يعطينا إياها، يعني ما حدا. نحن هون نبع الأخلاق، هذا المشرق العظيم الطاهر، نحن نبع الأخلاق. فبينا الله يرحمه استخدم الفن لنشر تلك الأخلاق وتلك القيم وانعكاس أشرف ما في بيئتنا. الفن إذا بتخيروه أي واحد تسألي بالشارع، فن شو مفروض يعكس بالمجتمع؟ أفضل ما قيم عنده ولا أسوأ قيم عنده؟ بقول لك لا، أفضل قيم. بالتأكيد. فهيدا دور الفن لازم يكون دور باني، والفن أقوى رابطة ما بين الإنسان وجذوره، هو الفن. إذا خلبطيله الفن تاخديه بتزرعيه وين ما كان، خلص ضاع.
صار مثل النبتة. فالفن له دور كبير، ووالد طول عمره عارف هذا الدور، وكان عم يناضل لوحده أكترية الوقت، ما كانش في حدا معه. وجميع الأغاني اللي كانت له كانت تنادي بحب الوطن، تحكي عن أهمية إنه الوطن هو أغلى من الولد، الوطن هو الأم. يمكن نحن ربينا على هي الأغاني أستاذ أنطوان، الحمد لله. ويمكن لهيك يمكن السوري بيحس باللبناني أكثر، لأنه نحن بنفس الوقت عم نتعرض لنفس الإرهاب، لنفس المواجهة الحقيقية، في مقاومة مو فقط هي، في مقاومة على الأرض إن كانت مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في مقاومة للفكر والثقافة والحضارة، في مقاومة لاستمرار الفن الأصيل اليوم نحن عم نعيشه. سلمت أمك، أنت قلتي كلمة مفتاح. أنا عملوا معي مقابلة بتكريم الست نجاح سلام، وقلت لهم بالمقابلة كيف من خلال الفن ابتدت هذه الحروب علينا. لما ما عادش يصير الفن مرآة عن أفضل ما عنا في المجتمع، صار كل شيء مسموح. يعني أنا مرات في عندي إشياء فضائيات لهال معلش بدي أقولها، بقنوات الأغاني بحطوا إشياء ممنوع تنحط تدخل على بيوت الناس. أنا بتذكر بطفولتي لما كنا نسمع عن هيك مشاهد، نسمع عنهم، كان في مطارح خاصة واحد يروح يشوفهم إذا حب يشوفهم، عم يدخلون على بيوتنا على ضمير أولادنا، على صار شيء معتاد هالإباحة هيدي وهالهمجية هيدي بالتعامل. ما عادش في مقدسات، ما عادش في شيء خيال اسمه خيال، صار كله مباح، ما بيجوز هالشيء. القنوات الفضائية طبعا مش انتو اللي عم يعرضوا للأغاني، ما بيجوز يزيدوها، لازم الأغاني هي تبني المجتمع وتخليه يبني روحه، مش يقوي غرائزه، يقوي ثقافته، يقوي روحانيته، مش يقوي لأنه إذا الفن بيقوي الغرائز دمر الروحانية، دمر الروح. أكيد رسالة الفن الأصيل مستمرين حضراتكم فيها، وعم تحضروا لأوبريت جديد شرفت البطولة، رح يكون الوطن. تماما، خبرنا أكثر عنه أستاذ بسام. شرفت البطولة يا جيش الوطن وكرامة سوريا، رفعت على الزمن، مين غيرك قادر يتحدى المخاطر ويوقف مثل السيف وجه المحنة يا جيش الوطن. كلمات الشاعر اللبناني الكبير مشيل جحا، تحية لألو دكتور بشير. طبعا ألحان وغناء الأستاذ أنطوان وديع الصافي، بده يعاونه فيها الفنان الكبير نجاح سلام، كمان موسيقار إلي شويري موسيقار كبير والشاعر العظيم، توزيع الأستاذ جوان قرجولي توزيع، وعندنا أغنية تانية للشهداء كلمات الشاعر لبنان الكبير سليم حمادي بتقول بدنا نحيا كرمالك، بدنا عيش كريمي، نتفيا تحت خيالك يا سوريا العظيمة، كرمالك يا أم الكل، من سوريا ما منفل، هون نعيش وهون نموت وهون منعمر البيوت وبيرجع أمر الشامي هل. أكيد بدنا نوجه تحية لكل الأسماء الكبيرة اللي ذكرتوها. خلينا أستاذ أنطوان نسمع منك لو مقطع صغير بتحب توجهه هلأ لكل السوريين اللي عم يتابعوك. شرفت ال... أوكي يا. أوكي شرفت البطولة يا جيش الوطن، وكرامة سوريا حفرت عالزمن، مين الغيرك قادر يتحدى المخاطر يوقف مثل السيف بوجه المحن، يا جيش بلادي يا بلادي يا جيش الوطن، بدمك أرض جدودك سطرت ملاحم، والراية عحدودك رفعت بوجه الظالم، بدمك أرض جدودك سطرت ملاحم، والراية حدودك رفعت بوجه الظالم، ومثل النهر الهادر جرفت العدو الغادر ونشرت السلام ومحيت الفتن، هي جيش بلادي يا بلادي يا جيش الوطن. تسلم هالصوت وشكرا كثير لك أنطوان. أكيد شكرا. تحيتنا دائما لجيش الوطن، أبطال الجيش العربي، مهما عملنا معهم ما بيكفي حقيقة، مهما عملنا معه ما بيكفي، بس الدعم المعنوي هو كتير مهم حتى يعرفوا انه تضحياتهم كل الناس عم تقدرها وكل الناس شايفينهم اياها. الله يطولنا عمرهم يا رب وينصرهم على الباطل ان شاء الله.
كمان مثل ما ذكرنا أستاذ بسام أنه للشهداء كان في أغنية خاصة لهم، وأكيد الرحمة لروحهم اللي هنا ضحوا إن كان عسكريين ولا مدنيين، وأولادهم عم يضحوا حتى يبقى هالوطن ولحتى تستمر الحياة، لحتى نكون موجودين نحن هون. كمان قديش هالأغنية هي بتلامس يمكن وجعنا، بتلامس حالنا اليوم. طبعا الفن، تسلمي لي، الفن لازم يعبر عن شعور الناس شو ما كان شعورهم، الشعور النبيل اللهم. فشو في أكثر من المعاناة لازم الإنسان يقف حد لما بيكون مطمن على خيه مبسوط؟ إذا شهر ما شافه ما بيأثر، مطمن عليه. بس إذا خيه عم بيقول آخ وعم بيعاني، بده كل يوم يشوفه، كل لحظة يطمن عليه، وكل دقيقة يدعمه. هيدا الصح، هيدا الصح. فن له دور باني، وهيدا نحن عم نحاول. وجودكم يمكن اليوم في قلب سوريا هو دعم كمان لسوريا اليوم، سوريا اللي احتضنت جميع الفنانين، كبار الفنانين، من أهم أسماء الفنانين العرب. مهما عملنا مع سوريا حتى بوقت السلام ما منكفيها، فكيف بهالوقت العصيب هيدا؟ الله يقدرنا ونكافي سوريا يعني. آخر أغاني عمل الأستاذ الكبير وديها الصافي كانت لسوريا، وجهها لسوريا آخر أغنية، وجه وطن السلام لك الأمل، تحية قيادة وشعبا لسوريا. نعم، يعني اليوم عم بيكون في تعاون كتير مشترك لأكيد تكريم عمالقة الفن إن كان السوري أو لبناني. اليوم هي بحد ذاتها يمكن رسالة تحدي وصمود تكريم هالفنانين اليوم. كمان مثل ما ذكرنا أستاذ أنطوان أنه برغم الظروف يمكن عم تمر فيها بلدنا، عم يتم تكريم فنانين من لبنان. اليوم قديش هذا الواجب علينا نحن كسوريين رغم الألم اللي عم نعيشه؟ الحقيقة يعني عاصمة الياسمين، عاصمة الثقافة، ما بصير تكون غير هيك يعني. ويعني إذا أرسل تحية لروح وديها الصافي وكرم ونجاح سلام. هلأ في تكريم، ثلاث تكريم إلي شويري الموسيقار اللي غنى رياتك بالعالي يا سوريا. هي الشام، هي سوريا نحن يعني، ما فينا نتغير يعني. يعني هي ثقافة، رقي، حضارة. ويمكن معرض دمشق الدولي هو شاهد على أهم أسماء الفنانين الكبار اللي غنوا على مسرحه. خلينا نقول يمكن كلمة بتحبوا توجهوها لكل الشعب السوري اللي عم يتابعكم اليوم. نحن مبارحة كان في ظروف استثنائية، في محاولات للإرهاب بالدخول للعاصمة دمشق، إلا أنه قواتنا المسلحة، رجال الجيش العربي السوري تصدوا لهذا الهجوم. قديش اليوم نحن فعلا لازم نوجه دعم إن كان فني ولا ثقافي ولا معنوي ولا حتى من خلال كلمة لهذا الشعب لإرادة الحياة الموجودة رغم كل الظروف. بعدنا نحن اليوم عم نطلع على شاشات التلفزة، بعد المواطن السوري عم يروح على مكان عمله، بعد الأفران يعني بتلاقي الفران، بتلاقي طالع 7 الصبح على بيته على العمل عم يخبز الخبز، مثل هذا عم يناضل، مثل هالجيش الواقف على كل واحد عم يناضل بمجاله. وهيك الأوطان بتعمر بالمخلصين فقط، بس الأوطان ما بدها إلا مخلصين، بس ما بدها فلسفة، كل واحد بمجاله مهما كان صغير ومهما كان كبير، ما حدا له غنى عن التاني. هيدي هي الأوطان. ونحن منقول للشعب السوري الحبيب رغم كل شيء، انتو حيلكون وحدكم، نحن كلنا بهالشي معا على السراء وعلى الضراء. مثل ما انتو قلب العرب، كمان انتو فخر العرب. الله يخلي لنا سوريا، وانتو مش وحدكم، ونحن كلنا معكم قلبا وقالبا وكل شيء. الله ينصركم، وإن شاء الله عقبال النصر الكبير بالسلام. السلام هو النصر الحقيقي، والحب هو الانتصار، وهو ضمان البقاء. المحبة هي ضمان البقاء. واحد بيعرف كيف بيفوت بالحرب ما بيعرف كيف بيطلع منها. فالمحبة تجاه الآخر هي ضمان البقاء للكل، لكل الأطراف. الله يهدي الجميع، والله ينصر الحق، وأنتم مش وحدكم. نعم، شكرا كثير لهالكلام الجميل استاذ انطوان. احنا اليوم يمكن شوي رح نكون طماعين، نتفه صغيره بوجود حضرتك معنا اليوم ضمن صباحنا اللي اكيد نورتوا حضراتكم بوجودكم بهاليوم. حابين نسمع كمان من حضرتك تحيه لسوريا ايضا يلي دائما ما بتبخل بصوتك علينا. تسلمي. اغاني للوالد رح اقول أنا بحب أقول للشعب السوري إنه الحقيقة فن الوالد ما ضيعوا منه ولا حرف. يعني لما كان يقول
ونمحميتها يا ابني من الويلات، ما في حدا غيرك بيحميها. وبالفعل هيك الشعب السوري تصرف، انا شفت هالشي، عم بشوفه كل يوم وكل لحظه. الله يبارككم، انتو الشعب الاصيل، باذن الله لن تقوى عليكم قوى الجحيم ابدا، قوى الضلال. الكل بده يرجع يشوف النور باذن الله، الكل بده يرجع يشوف النور، حتى اللي ضاعوا شوي بده يرجعوا لحضن الام سوريا الحبيبه اللي حضنت الكل طول عمرها. عم تحضن الغريب سوريا، ما بدك تحضن ابنها، انا هيدا مؤمن فيه جدا. بدنا نوصل لنهايه سعيده باذن الرب. آه يا بني، يا بني بلادك قلبك عطيها، وغير فكرك ما بيغنيها، وإن محميتها يا بني من الويلات، ما في حدا غير بيحميها. بيك موصي لك قبل ما مات، بلادك صلاة للحب صليها. هو لو عليها تقلت الحملات، وشي عين غدر اتطلعت فيها، مثل الأسد خليك بالحزات، صرخت بطل على الكون وديه. معلش يا عم. أهلا بكم. استقبل الرئيس بشار الأسد وفدا برلمانيا روسيا أوروبيا مشتركا برئاسة فلاديمير فاسيلييف نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية. الرئيس الأسد أكد خلال لقائه الوفد أن ما يحدث في سوريا هو صراع بين دول تريد الحفاظ على القانون الدولي، وعلى رأسها روسيا والصين، وأخرى تنتهك هذا القانون عبر دعمها للمجموعات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية السورية. وأشار الرئيس الأسد إلى أن سوريا ماضية في رؤيتها لحل الأزمة عبر مسارين، هما مكافحة الإرهاب والعملية السياسية، وهي منفتحة على الحوار مع الجميع شرط إلقاء السلاح والالتزام بالدستور. أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت جميع النقاط التي تسلل إليها إرهابي جبهة النصرة في محيط منطقة المعامل شمال جوبر، وقضت على كامل المجموعات المتسللة بأفرادها وعتادها، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه. المصدر أوضح أن العملية العسكرية شمال جوبر استهدفت المناطق التي انطلق منها إرهابيون نصرة والمجموعات التابعة لها، وأسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين، بينهم متزعمون وأجانب، وتدمير مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وذخيرة وعربات مفخخة وأخرى مزودة برشاشات متنوعة. تمت تسوية أوضاع أكثر من 200 شخص من حي الوعر بمدينة حمص في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي، تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه. ودعا عدد ممن سويت أوضاعهم كل من غرر بهم إلى تسوية وضعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم، لأن الوطن بحاجة إلى كل أبنائه. خطوة كبيرة يعني وحلوة، والأمن والأمان للوعر، والناس ترجع بيوتها شايف، ويرجع الهدوء للوعر، والناس يعني، وحي الوعر بيحوي كل الطوائف مو طائفة واحدة، والناس ترجع بتستلم بيوتها أحسن ما قاعدين بالأجار، وهي يعني شغلة كبيرة. طلب الأمن والأمان أول شيء بالوعر، ويتصلح الوعر، وتطلع المسلحين من الوعر، وترجع أهالي الوعر كلها على الوعر، ولأهل حمص كلياتها ما بس الوعر، ترجع كلها على دورها، وإن شاء الله بصير الأمان بالوعر
ونشكر الدولة وسيادة الرئيس بهالشيء اللي يعني عملوه لأهل الوعر ولغير أهل الوعر. السيد الرئيس عطى فرصة كتير جيدة للمسلحين اللي بالوعر، عطاهم فرص كتيرة، وهلأ إن شاء الله بدهم يستغلوها بحيث ترجع الوعر ومدينة حمص آمنة بشكل كامل 100%، وأهالي الوعر يرجعوا لبيوتهم، ويلي مهجر للوعر يرجع لأحيائه. بدعي كل مواطن موجود بهاي الوعر يجي يعمل تسوية، لأنه الأمان والبر دائما بضل بالدولة، ونحن عشنا بحماية الدولة، والحمد لله عيشنا أولادنا، أولادنا عم يدرسوا تحت ظل الدولة، ولله الحمد، وإن شاء الله بترجع سوريا أكبر ما كانت بإذن الله تعالى. أنا برأيي هاي التسوية يعني كرم أخلاق من القيادي، لو ما عنده أخلاق عالي وصبرت على هالعالم ما كانت تعمل هالتسويات. ونحن بحاجة تسوية نرجع للوطن ونتم بروح وحدة ونعيد بناء هالوطن اللي تهدم بطريقة ما طبيعية. في الخبر الأخير، استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مركز فيصل العسكري التابع للنظام السعودي بمنطقة أبو عريش في جيزان بصاروخ باليستي متوسط المدى. مصدر عسكري يمني أكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية محققا خسائر في المكان. إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات وتحصينات ومواقع قوات النظام السعودي ومرتزقته في جبل جحفان ومعسكر عطار وحامية وموقع قزع والشبكة والمنتزه والدخان بمنطقة جيزان، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى بين صفوفهم. إلى اللقاء. يعني بالفعل استاهلوا أكثر، الله يخليك يا رب. الفعل يعني هالأغاني نحن يلي تربينا عليها هي بتعزز الإرادة فينا وبتعزز قوتنا وصمودنا أكثر وأكثر وبتلامسنا. يعني رح أقول لكم بالضبط، رح أقول لكم بس قصة صغيرة وقصة قديمة كتير، قصة من سنة 61 لما الوالد الله يرحمه راح من خلال مهرجان الأنوار. عندنا وقت بعد دقيقة نتفضل. راح مع مهرجان الأنوار، مهرجان كان اسمه حكاية لبنان، والوالد وقت غنى فيهم لبنان يا قطعة سما، لوين يا مروان عمهلك عبين تارك أرضك وأهلك، وغنى إشياء جدا وطنية. فالمرحوم عبد الناصر الزعيم الكبير كان كتير معجب بالوالد وبالشيء اللي غناه، فخرق البروتوكول وطلب من السفير اللبناني يدعي الرئيس حتى الرئيس يروح على السفارة. الرئيس الجمهورية ما بيروح على السفارة، فراح دعا كل الفنانين المصريين، وطبعا دعا الفريق العمل تبع المهرجان وكله، وراح قال له للفنانين المصريين، قال له يا فنانين أكبر فنانين بمصر، قال له يا جماعة نحن بثورة، عملوا مثل الأستاذ وديع، غنوا للأرض، غنوا للفلاح، غنوا للأم، غنوا للأب، غنوا للابن اللي بده يترك بلده، غنوا لقضايانا، ما شبعناش فل ونرجس وياسمين، كله حلو، بس في قضايا احنا عايشينها يومية ما فينا نتناساها، هي عبتقرر مصيرنا، ليش ما نحن منعكس هالشي بفننا؟ فالبابا الله يرحمه قال لي وقتها، قال لي يا بابا أنا انسحبت من الجلسة حتى ما يفتكروا أحبابي إخوتي الفنانين المصريين إنه أنا محرضه للزعيم جمال عبد الناصر على الموضوع. فقال لي انا قلبت قد الكبشه، بس هذا شيء واقع وشيء حقيقه، هذا شيء واقع وشيء حقيقه. فالله يرحمه طول عمره كان قدوه، ونحن عم نشوف هالشيء، سوريا ما ضاع فيها، وهالكلام هذا انتم لو ما عايشينه ما قدرتوا تحافظوا على وطنكم، هاي الحقيقه. الله يبارك بسوريا، والله يخلي لنا اياكم، ونحن رح نضل عائله وحده واهل، واللي بيصير عليكم بيصير علينا. يمكن قد ما حكينا أستاذ أنطوان ما بنوفي الراحل الفنان الكبير وديع الصافي حقه، يمكن من أجمل الكلمات ومن أجمل الأغاني اللي غنت أغنية للوطن هي من أغاني الأستاذ وديع الصافي. بنتشكرك على وجودك معنا أنت والأستاذ بسام، ونحن كتير سعيدين فيك اليوم، الفرحة والتفاؤل اللي أعطيتنا إياه والمرسوم بعيونك يمكن لامس الوجدان كل سوري عم يحضرنا. شكرا كتير إليك.
تسلم. باركت صباحنا استاذ انطوان، شكرا كثير لك ولحضورك، واهلا وسهلا اكيد ببيتك الثاني سوريا، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله وطولة العمر والمزيد ايضا من النجاحات والتألق ان كان بسوريا وبلبنان، وشكرا لكل الجهود اللي عم تبذلوها استاذ بسام، وكل التوفيق كمان لمؤسستكم. شكرا لقناه الاخباريه السوريه المقاومه، الله يحميكم. شكرا كثير لكم، مقاومه بفضل وجودكم معنا، شكرا كثير لكم.